دور مصر واضح في دعم قطاع غزة ودعم القضية الفلسطينية من أول يوم في نقاشات لوقف إطلاق النار على غزة وقتل المدنيين. طبعا احنا وكمان نتشكر جمهورية مصر العربية برئيسها عبد الفتاح السيسي على دعمه لوزارة الصحة بنقل الإسعافات إلى غزة ونقل الممرضين والدكاترة لتغطية العجز في وزارة الصحة. يعني نقدر لجمهورية مصر العربية الشقيقة الدور الداعم والمساند لشعبنا الفلسطيني ورعاية جميع الملفات التي تتعلق بالشأن الفلسطيني وبقطاع غزة بشكل خاص، ولم تدخر جهدا في تخفيف المعاناة عن أبناء شعبنا الفلسطيني، خاصة في أزمات وفي ظل الحروب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة. فعندما جمهورية مصر العربية تفتح مستشفياتها وتجهز العديد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين من جراء العدوان الغاشم، هذا يسجل في ميزان الدور المصري الذي دائما يشكل حاضنة لشعبنا الفلسطيني وللثقل والمصاميد من أبناء شعبنا الفلسطيني. ناهيك على أن الأشقاء المصريين يراقبوا بشكل جدي ما يقوم به الاحتلال وحجم تدميره للبنى التحتية، فأن تقر جمهورية مصر العربية وعلى لسان قيادتها السياسية وعلى رأسها رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي تقديم هذا الدعم، يعني تجهيز البنى التحتية التي دمرها الاحتلال، ننظر لها خطوة في الاتجاه الصحيح، جاءت لتعزز من دور مصر في تضميد جراح شعبنا الفلسطيني وإعادة الحياة لقطاع غزة على ضوء ما دمره هذا الاحتلال. ناهيك عن الجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية عبر الوفد الأمني المصري الذي نقدر له الجهود التي يبذلها رغم صعوبة الظروف، رغم تعقيدات المشهد الأمني والسياسي بفعل تعنت الاحتلال، لكن لم يدخر جهدا في كيفية الوصول بالأوضاع إلى حالة من الهدوء تؤمن الاستقرار وتجنب أبناء شعبنا المزيد من الكوارث على يد هذا الاحتلال المجرم، مع انحيازها الكامل لقضايا شعبنا ولحقوق شعبنا وحقه في أن يعيش في دولة مستقلة وعاصمتها القدس وأن يعود لاجئي وفق القرار 194. جمهورية مصر العربية من أوائل الدول والدول الدائما مساندة لدولة فلسطين وللقضية الفلسطينية سياسيا وإنسانيا ومساندتها للشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة على الدوام مستمرة، سواء من ناحية الطواقم الطبية والمساعدات الإنسانية وفتح معبر رفح وحتى في الجانب السياسي في دعم المفاوضات ودعم المصالحة الفلسطينية. فيعني دولة مصر يعني دائما هي من يعني الرفيق الأساسي والمساند والداعم الأكبر للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، وليس غريب عليها أبدا أنه في أوقات يعني صعبة تمر بها يعني القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وقطاع غزة خاصة أن تكون من أوائل المقدمين للدعم الإنساني والمادي وحتى السياسي في هذه الأوقات الصعبة للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية ولمواطنين قطاع غزة في هذا العدوان وفي هذا الوقت الصعب. فيعني نحن عن جد يعني أنا يعني بكل فخر يعني أقول إنه أنا مصرية وإنه أنا يعني بأفخر يعني المواقف المشرفة اللي بتعمل أو يعني تقوم بها دولتي ودولة مصر جمهورية مصر العربية في دعم صمود الشعب الفلسطيني في هذه الأوقات الصعبة. مصر الشقيقة التي تعودنا على كرمها وعلى يعني قوتها في مساندة هذا الشعب، بوابة غزة تفتح على مصر وهو احتضان جغرافي لهذه البقعة التي تتعرض لأبشع صور الإجرام الإسرائيلي. نحن في قطاع غزة ننتظر الخبر الذي يأتي من القاهرة بتوقف أو وقف إطلاق النار أولا، ثم يعني ننتظر يعني قوة مصر في الوقوف مع شعبنا، بداية في سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مرورا بالأجهزة الأمنية المصرية التي تسعى دوما
بأن يعني يبقى شعبنا تحت الهدوء وينعم بالأمن والأمان. لذلك نحن اليوم ننتظر الخبر الذي سيزف من القاهرة بأن وقف إطلاق النار سيكون كما يعني نتمنى، ويكون من أجل وقف شلال الدماء الذي ترتكبه إسرائيل بحق المدنيين الآمنين في قطاع غزة. إحنا كفلسطينيين بنوجه كل الشكر لإخوتنا المصريين لفتح معبر رفح، لنقل الإصابات، لتقديم الدعم المادي والمعنوي لنا. الشعب المصري والشعب الفلسطيني شعب واحد، في الأفراح في الأطراح دائما إحنا بنشاركهم، هم بيشاركونا، إحنا معهم وهم معنا قلبا وقالبا في الأوقات الحالية وفي الظروف الصعبة اللي بنعيشها إحنا الفلسطينيين وسط الدمار والقصف الإسرائيلي الهمجي دون رحمة على المدنيين الأبرياء في منازلهم. إحنا يعني بنطالب المصريين إنهم يقفوا بجنبنا في ظل الظروف الحالية. إذا كنا نحن كفلسطينيين أهل الوفاء، فعلينا أن نرد الوفاء لمن يستحقون الوفاء. إذا ما كانش اليوم فغدا. على رأس هذه الأوفياء القوى الوفية هي مصر. مصر أظهرت منذ اليوم الأول حرص كالعادة على دماء الفلسطينيين. أدانت السياسات الإسرائيلية سواء فيما يتعلق بالاستيطان بالقدس، بالشيخ جراح، عملية التطهير العرقي، قامت بجهود كبير بالوساطة. بالعكس هي الطرف الأساسي المحوري الكل بما في ذلك الأمريكان ينسقون مع مصر. مصر أيضا في الجانب الإنساني فعلت الكثير، 1200 طبيب مصري تطوعوا للعمل في قطاع غزة، نقل الجرحى، فتح المعبر، أخيرا التصريح الذي صدر عن الرئاسة بأنها ستخصص 500 مليون دولار لإعمار قطاع غزة. هذه كلها ليست فقط تأكيد على موقف مصر القومي، وإنما أيضا تحمل رسائل لإسرائيل، رسائل للمحيط، رسائل المجتمع الدولي، بأن مصر غاضبة جدا مما تقوم به إسرائيل، وليست راضية عن العجز الدولي غير القادر على الضغط على إسرائيل، وتريد أن تقول نحن مع الشعب الفلسطيني، نحن ضد كل هذه الممارسات والسياسات الإسرائيلية. إن هذا الموقف سيذهب إلى عواصم كثيرة بما في ذلك عواصم عربية، وأكثر من ذلك سيذهب إلى الفلسطينيين أنفسهم مرة أخرى فيما يتعلق بوضعهم الداخلي الذي يفترض أن يتغير بالاتجاه الأحسن بعد توقف هذا الاشتباك الواسع.